وللمزيد حول وضع الأسرى وما يعانونه في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأسير المحرر إسماعيل عارف عودة. سيد إسماعيل، أهلا بك إلى مساء الخير يا وطن. أهلا وسهلا بك سيدي. بداية، أنت عشت تجربة الأسر عندما تدخل قوات القمع إلى داخل غرف الأسرى. ضعنا في صورة يعني ما يحدث في تلك الغرف، يعني لا كاميرا تصل إلى هناك، أنتم من عشتم هذه التجربة الشهود الوحيدون على ذلك، لتحدثنا أكثر. نعم، عندما يصير هناك هجوم من قبل مصلحة السجون وإدارة السجون على الأسرى وعلى الأقسام وعلى الغرف، يعني بتكون هي عمليا كساحة حرب مع هذا العدو. طبعا في البداية بتدخل قوات القمع ما تسمى المدسادة والمماز وجميع هذه القوات وهذه المسميات، بتم الدخول على القسم، تسكير جميع الأبواب، وبستفردوا يعني بالكلمة بستفردوا بغرفة معينة، فبكون هناك هجوم على هذه الغرفة مباشرة. بتدخل القوات، يعني إذا بدك في الغرفة 6 شباب أو 7 شباب، بدخلوا ما يقارب 30 ل 40 جندي مدججين بجميع أنواع يعني السلاح، الغاز، العصي، إطلاق النار، الفلفل بسموه الفلفل، جميع هذه الأمور. فبدخلوا على الشباب وبتم السيطرة على الشباب بعد مقاومة من قبل الشباب اللي برفضوا طبعا هذه الاقتحامات الهمجية من قبل مصلحة السجون. ولكن يعني عندما يكون 6 شباب مقابل 30 و40 جندي مدججين، لا حول لهم ولا قوة، بتم السيطرة على الشباب ووضعوا فديهم الكلبشات وفي رجليهم وبخرجوهم من الغرفة. طبعا بحطموا الغرفة جميع ممتلكاتها من فرشات، من أدوات كهربائية، كل شيء في الغرفة بتم تحطيمه، الزيت، السكر، جميع كما يعني ممارسات جنود الاحتلال في داخل الضفة الغربية عندما يصير اقتحام لدار معين، عندما يكسروا البيت وعندما يخلطوا الزيت مع السكر مع جميع يخلطوا مع بعض، نفس الأسلوب الهمجي النازي يتم استخدامه ضد الأسرى طبعا. وبنوضعوا الأسرى لساعات طويلة، ممكن تستمر 10 ساعات أو 12 ساعة إذا كان الاقتحام، مثلا نفترض مثلا إذا كان الاقتحام الساعة 12 في الليل أو الساعة 1 في الليل، الأسرى بظلوا موجودين ومكلبشين في داخل الساحة اللي احنا بنسميها الفورة تقريبا 10 ساعات ل 12 ساعة. تصور يا أختي أنت عندما يكون الأسير مكلبش بأديه لورا وأجريه ومرمي على الأرض لمدة 10 ساعات ل 12 ساعة، وإما بحطموا في داخل الغرفة، وحتى لو بدكم منهيين عملهم من تحطيم، إما بالعمادة بضلوا قاعدين في داخل الغرفة وبضلوا متواجدين على أساس إن يمعنوا في تعذيب الأسير وهو موجود في الخارج. طبعا في أيام البرد بكون برد قارس، ما فيش لا غطي ولا إشي، بس تبقى مرمي وزي ما بقولوها فرشة الأرض والحافة أو إحلام اللي هو السماء. نعم، وضع صعب جدا بكون عند الأسير في هذه اللحظات طبعا. وهذه الاعتداءات شبه يومي، إذا ما كانتش في سجن النقب معناها في سجن رمون، إذا ما كانتش في سجن رمون معناها في نفحة، في جلبوع، في السبع، في جميع السجون في شبه يومي في اقتحامات للسجون، وفي اقتحامات في مرار بكون هناك اقتحام مثلا لسجن رمون في نفس الوقت ممكن اقتحام لسجن النقب. يوجد نقطة أريد أن أستفسر عنها منك أكثر سيد إسماعيل. عندما تقتحم قوات القمع غرف الأسرى تطلق الغاز السام والغاز المسيل للدموع، نحن نعلم مدى تأثير هذا الغاز، يعني في عندما يطلق في الخارج وفي مساحات شاسعة يحدث اختناق لمن يعني يشم هذا الغاز. ماذا عن الأسرى في غرف صغيرة مساحة ضيقة جدا يطلق ربما العشرات من القنابل تجاه الأسرى؟ لو تضعنا كيف يكون وضع الأسرى، خاصة الوضع الصحي للأسرى في ظل مثل هذه الأوضاع؟ صحيح، بس في هذا الموضوع في جانبين للغاز. نعم، يعني بتم إطلاقه في داخل الأسرى، إما القنابل المعروفة للفلسطينيين في جميعنا في الضفة الغربية وفي غزة وفي القدس لقنابل الدخان، وهذه القنابل الجميع تقريبا جميع شعبنا صار يعني بعرفها، جميع شعبنا استنشق هذا الغاز وقديش مضر
لصحة الإنسان. نفس الإشي بكون على الأسير الفلسطيني عندما يضربوا عشرات القنابل الغاز في داخل الغرفة على أساس يتم السيطرة، يعني مما بكون جاهزين حالهم إن مما لابسين اللي الكمامات إنما ما يصممش ولا أي شيء. فنفس الموضوع يعني حالة يرثى لها بكون الأسير الفلسطيني. وفي أخرى الغاز الثاني اللي بسموه غاز البودرة، يعني ممكن إن الغاز الكلوبلا إنه يقعد مثلا يوم يومين ثلاث راحت في داخل الغرفة، ولكن البودرة بقعد أشهر، لأن أي إشي بتحركيه بصير يطلع غاز، وهذه طبعا بتزيد في معاناة الأسرى ومعاناة الأسير الفلسطيني. طبعا الأسير الفلسطيني هو جزء من هذا الشعب، زي الأسير بني آدم زي الجميع، ولكن صحيح ان الاسير بطل ومناضل ومقاتل وعلى يعني خطوط المواجهه الاولى، ولكن بتعرض عندما يتعرض لضرب الغاز يعاني كما يعاني المواطن الفلسطيني، لانه مواطن بيعاني نفس الشيء. وهذه تجربه صعبه بتكون على الاسرى. بس انا بقول رغم الغاز ورغم الهراوات ورغم القمع ورغم الارهاب ورغم النازيه اللي بتستخدمها مصلحة السجون، الأدوات النازية بتستخدمها اللي حتى النازيين في الثلاثينات وفي الأربعينات ما استخدموش، مصلحة السجون بتستخدم الأساليب النازية الأيام هذا، لأن الأسير الفلسطيني دائما هو البطل، هو الصامد، هو المقدام، هو الشجاع، هو المقاتل، هو على خط التماس الأول. نعم بالتأكيد. طب بنفس الوقت مطلوب أن يبقى في هناك مساندة شعبية وجماهيرية. هذا ما كنت بالضبط أريد أن أسأل عنه، يعني الأسرى اليوم في اليوم الثامن من عصيانهم، الاحتلال يصعد وقوات القمع تصعد من عملياتها وقمعها للأسرى في داخل السجون، في مثل هذه الظروف الصعبة ماذا يكون الأسرى في الداخل، ماذا ينتظرون من المستويين الرسمي والشعبي الفلسطيني في خارج الأسر؟ إحنا كأسرى فلسطينيين دائما بنقول الأساليب اللي بتم استخدامها من قبل مصلحة السجون إحنا كأسرى كفيلين إن إحنا نقدر نواجهها، بس بشرط مشروطة، هذه المواجهة مشروطة بالدعم الشعبي والمساندة الشعبية والرسمية للأسرى الفلسطينيين. أنا قلت وبقول وبردد دائما في كل مطرح بقعد بقول إن دائما على مدار السجون كانت هناك يعني ظروف صعبة تمر على الأسير الفلسطيني، ولكن الأيام هذه بظل حكومة اليمين المتطرف الثلاثي المتطرف المدعو نتنياهو والمدعو سموتريتش والمدعو بن كفير، هذه الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ العدو الإسرائيلي، والهجوم على الأسرى هي من المراحل الصعبة جدا اللي تمر فيها الأسرى الفلسطينيين. والهجوم بلش على الأسرى، بلش من الخبز وبلش من المي وبلش من الاقتحامات ومن أدوات. مطلوب شعبيا وجماهيريا مطلوب المساندة، المساندة الشعبية والجماهيرية والرسمية أيضا للأسير، عندما يشعر الأسير ويعرف ويدرك أن الشعب الفلسطيني وشعبه وأبناء جلدته ملتفين حوله، فهو بصير كما الجبال، بصير صموده كما الجبال. ولكن عندما يشوف حاله أنه في المواجهة لحالة في ظهره مكشوف نفسيا، بصراحة أختي نفسيا يعني بنشعر بألم وبقهر وبعذاب. إحنا اللي إحنا الأسرى وهدول الأسرى الموجودين في السجون اللي ضحوا بسهرات شبابهم، اللي ضحوا بعشرات السنين من أعمارهم عشان حرية هذا الشعب. فقط أخيرا أريد أن أسألك، يعني كمتابع أيضا أنت الآن، هل ترى أن ما يحدث من فعاليات في اليوم الثامن للعصيان في داخل الأسرى، ما يحدث من فعاليات هل يرقى إلى مستوى نضالات الأسرى داخل السجون؟ بالفم المليان لا يرقى، ومطلوب يعني حشد جماهيري أكثر وأكثر وأكثر، فعاليات أكثر، المؤسسات الأهلية والمؤسسات المجتمعية والمؤسسات ذات الصلة والتنظيمات والفصائل، التنظيمات والفصائل مطلوب أن يبقى لها دور أكبر، والقيادة مطلوب أن يبقى لها دور أكبر في مساندة الأسرى الفلسطينيين. ولا بدي أقول شغلة أختي، إحنا بلاش نضل النادي ونقول مطلوب ومطلوب ومطلوب ومطلوب، لازم يصير إشي على الأرض، لازم يبقى هناك في مسيرات، لازم يبقى في هناك اعتصامات، لازم يبقى في هناك مطالبات، يعني مطلوب فضح السياسات العنصرية لإدارة السجون ضد الأسرى اللي بتحصل اليوم. وأنا يعني بصراحة أنا في يعني في هناك عن طريق المحامين بتواصل مع الأسرى ومتابع لشؤون الأسرى، والأسرى دائما بتواصلوا معي يعني عبر المحاميين. أنا بقول إن الأسرى بتطالبوا بمزيد من الفعاليات
الشعبية والرسمية للمساندة. وأيضا أنا بقول لك شغلة أختي، العدو الإسرائيلي عندما يصير هناك هجوم على الأسرى، عين على الشارع الفلسطيني، عين على الشارع الفلسطيني. إذا الشارع الفلسطيني ما تحركش معناها دمعم في الهجوم، ولكن إذا الشارع الفلسطيني انتفض، إذا الشارع الفلسطيني تحرك، إذا الشارع الفلسطيني اعتصم، مباشرة بتم التراجع عن الإجراءات، لأن هم بينهم وبين ذاتهم عندما يشوف إن في تحرك وإن بتصير الدنيا على زي ما بيقولوها على 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 صفيح من النار، وقتها بكل وين رايحين إحنا؟ بتراجعوا. مطلوب مساندة شعبية ورسمية للأسرى، وأنا بقول وبظن أردد فيها، المرحلة صعبة جدا والهجوم يعني عنيف على الأسرى، مطلوب إن إحنا نساند إخوتنا الأسرى وأولادنا وأبنائنا في داخل السجون، وعانهم الله، والمطلوب مننا المساعدة. نعم، الأسير المحرر إسماعيل عارف عوادة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في مساء الخير يا وطن.